الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين 28 نائباً ويدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل. الكاظمي يؤكد أن العراق لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. عمدة العاصمة البريطانية لندن يعلن حالة الطوارئ الصحية في المدينة بسبب وتيرة التفشي المتزايد لفيروس كورونا. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. شكرا جزيلا لك إيمان، أسعد الله مساءكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداء من الثلاثاء المقبل في تمام 11 صباحا لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين 28 عضواً بمجلس النواب طبقاً لقانون المجلس الصادر برقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال النواب المعينين بالمجلس وفقا للقرار الجمهوري، وذلك لاستلام بطاقة العضوية والحقيبة البرلمانية يوم الأحد القادم. وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن الأمانة العامة للمجلس طلعت على قرارين بشأن تعيين 28 نائبا ودعوة المجلس للانعقاد في جلسة افتتاحية يوم الثلاثاء المقبل لبدء الفصل التشريعي الثاني. وأضاف فوزي أن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 ستبدأ برئاسة فريدة الشباشي بوصفها أكبر الأعضاء سنا، يعاونها أصغر عضوين وهما النائبان فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مشيرا إلى أن رئاسة الشباشي للجلسة تنتهي بانتخاب رئيس للمجلس الجديد، حيث يعتلي الرئيس المنتخب منصة المجلس ويتسلم إدارة الجلسة العامة. هذا أوضح أن الجلسة الافتتاحية ستبدأ أعمالها بافتتاح الشباشي للجلسة
ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية العليا بإعلان نتائج الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، ثم معاوناه أصغر النواب سناً، ثم باقي النواب بشكل فردي. هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاءها الذين عينوا بواسطة رئيس الجمهورية في مجلس النواب، وهم هدى عبد الستار وآية مدني وعماد خليل. أعربت التنسيقية عن أمنياتها لنوابها بالتوفيق فيما أوكل إليهم من مهام تطبيقا لشعار برلمان بمفهوم جديد، كما تقدمت بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وحرصه على اختيارهم. هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عضوات مجلس النواب المعينات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلمان مصر. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار كوادر نسائية متميزة على قائمة التعيينات، ما يؤكد حرصه على تمكين المرأة ويعكس ثقته بقدراتها وإيمانه العميق بإمكاناتها. هذا وأعربت عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 162 نائبة إلى البرلمان مصر الجديد بنسبة بلغت 27%، لافتة إلى أن هذه هي النسبة غير المسبوقة، قد فاقت نسبة 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين. حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التطهير والتعقيم ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ الإجراءات بأعلى جودة وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير في تلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلا عن تنفيذها أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى ساعات الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية أبناء الشعب المصري، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين. حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهته الخارجية والمناطق المحيطة. كذا موقف أتوبيسات الفريق عبد المنعم رياض وموقف أحمد حلمي باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعي، بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى. إضافة إلى محطة مترو الأنفاق أنور السادات بميدان التحرير، ومحطة مترو الشهداء بميدان رمسيس، وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة.
فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميا. وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطيل حركة المرور. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. بمناسبة الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة هذه الظاهرة على الصعيدين الأمني والفكري بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة، واستعرضت نجاحها في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، ما أدى إلى تراجع الأنشطة الإرهابية بدرجة كبيرة. الإرهاب لا وطن ولا دين له. الاعتداءات الإرهابية تطل برأسها في القارة الأوروبية من جديد. من جديد يضرب الإرهاب لندن، ويكسر هذا الحادث الهدوء الحذر الذي عاشت على إقاعه مصر خلال الفترة الماضية مع تراجع العمليات الإرهابية بشكل متواصل. أصبحت ظاهرة الإرهاب تتصدر صفحات الأولى للصحف والجرائد ونشرات الأخبار في القنوات الفضائية في مختلف أنحاء العالم ومختلف وسائل الإعلام. عانت مصر من نيران الإرهاب وتداعياته، والذي حاول النيل من مقدرات ووحدة الوطن. وطالما نادت القيادة السياسية في المحافل الدولية كافة بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب وتكثيف منابع تمويله، أن ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي بل والإنسانية جمعا. وقفت أجهزة وزارة الداخلية كتفا بكتف مع قواتنا المسلحة بكل حسم للتصدي للإرهاب، فكانت الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة الوزارة للعناصر الإرهابية التي أحبطت معها مخططاتهم للهدم والفوضى والدمار، فهم كانوا يستهدفون البشر والحجر. طلعت وزارة الداخلية المصرية تنسيقاً وجهات الدولة المختلفة بصياغة منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب امتدت إلى جانب المواجهة الأمنية والقانونية والقضائية إلى محاور متعددة لتحقيق المواجهة الشاملة. تساقطت مع كل تلك الضربات عقولهم المدبرة وأدواتهم المنفذة الذين لجأوا إلى طرق أخرى للفوضى، وهي نشر الأكاذيب والادعاءات للتشكيك في كل الثوابت الوطنية والإنجازات التي تحققت. كما كان للدور الإيجابي للمواطنين مع الأجهزة الأمنية أثره البالغ في إجهاض مخططات العناصر الإرهابية وضبط العديد من عناصرهم الهاربة. مواطن نفسه لازم يساعدني بقى لما يشوف أي بيئة لجريمة يبلغ على طول. فانتقلت وزارة الداخلية لمواجهتهم على هذا الصعيد بندوات توعوية تقام للعاملين بالجهاز الحكومي للدولة تشرح فيه حروب الجيل الرابع لهدم الأوطان وكيفية التصدي للشائعات والرد عليها.
إلى جانب نجاح الوزارة في ضبط أصحاب الصفحات والحسابات الوهمية التي تحاول ضرب استقرار الوطن. الأزمة الكبيرة أنت ياريت تفكر الأول في المعلومة اللي أنت هتنشرها ومدى مصداقيتها، يعني لما تلاقي خبر على السوشيال ميديا حاول تدور على مصدره. وتتعامل الدولة مع المؤسسات الدينية والاجتماعية للتعريف بظاهرة الإرهاب وتداعياته وأثره على المجتمع. فالأزهر الشريف ودار الإفتاء يقومان بجهود كبيرة في رصد وتفنيد الفتاوى المغلوطة ونشر الفكر الوسطي والتأكيد على سماحة الإسلام. مجموعات الإرهابية اشتغلت على مدى 80 سنة على إيجاد فجوة ما بين مؤسسات الدولة الدينية وما بين الشعب. وتمثل الأسرة النواة الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعية، خصوصاً عندما يكون الخطاب والسلوك والأفكار التي تتبناها الأسرة مجتمعة تتسم بالاعتدال والحكمة والفهم الصحيح للأشياء. ويمكن لوسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التوعية الاجتماعية خلال توظيف واستخدام وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بشكل واسع ومستمر. إن الاعتماد على عملية التعليم في محاربة الإرهاب هو استثمار فكري وعلمي وعقلاني لتجفيف منابعه والقضاء عليه من جذوره، وذلك من خلال تحصين جيل المستقبل وجعله يؤمن بقيمة السلم والحوار والتضامن والتكافل الاجتماعي. لم يسجل التاريخ نجاح الإرهاب في فرض سطوته على الأوطان، وإنما سجل تراجعهم ودحرهم في كل مراحلهم وانتصار الإرادة الوطنية أينما كانت. وقد واجهت مصر هؤلاء جميعاً عبر تاريخها الطويل، فعبر الوطن إلى مرحلة البناء وتجاوز هؤلاء، فكانت الغلبة للدولة الوطنية الصلبة والعصية على الإرهاب وزبانيته. موضوع مش قوة جيش ولا قوة شرطة، هي قوة شعب. الإرهاب لا وطن ولا دين له. نشير إلى هذا الخبر العاجل كما وردنا، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مشروع مستقبل مصر الممتد على مساحة 500 ألف فدان يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، ليشكل إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في شتى المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. يستهدف المشروع توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لفئات المواطنين كافة، نظرا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبريات الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص. ويقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، حيث تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية وعدد من الطرق والمحاور الرئيسة، الأمر الذي يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، وهو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا. تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من أجهزة الري المصري بيفوت، ومحطتي كهرباء بطاقة 250 ميجاوات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر،
وكذا شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال 500 كيلومتر. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع في نهاية الجولة التفقدية ببعض رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، وكذا عدد من مسؤولي الإدارة بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، حيث اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع. كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع مستقبل مصر نظرا لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليشكل قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل في تخصصات مختلفة بالمشروع الذي يمثل إحدى التوسعات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال الحالية والمقبلة. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين. استقال 4 مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي. وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعد ترامب. هذا وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش كبيرة مديري الشؤون الأفريقية، ومارك فان روف مدير أول لسياسة الدفاع، وأنطوني روجيرو المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في السياق ذاته قال مسؤول أمريكي مطلع أن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية مختصا بالشأن الإيراني بعدما عبر في تغريدة على موقع تويتر عن غضبه إزاء اقتحام أنصار الرئيس المنصرف دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وقال إن ترامب ينبغي أن يرحل. وقال المسؤول الأمريكي إن البيت الأبيض أخطر جابرييل نورونا المستشار الخاص لمجموعة العمل المعنية بإيران التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران وتخضع لوزير الخارجية مايك بومبيو، أخطره رسميا بإقالته. قالت شرطة الكونغرس الأمريكي في بيان لها إن ضابطا يدعى برايان ساكنيك وفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدي لأعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس ترامب في مبنى الكونغرس، مشيرا إلى أن الضابط الذي فارق الحياة أصيب أثناء اشتباكه بدنيا مع المحتجين. ويدرس الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس اتخاذ إجراءات لمساءلة الرئيس المنصرف دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله بعد اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس إثر ادعاءات رددها بلا سند عن تزوير الانتخابات الرئاسية. ودعا كبار زعماء الديمقراطيين بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك تشامر إلى إجراء مساءلة فورية إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس والوزراء في إدارة ترامب اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة. هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل الرئيس ترامب قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته. المزيد في التقرير التالي.
قبل أيام قليلة من موعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعالى الأصوات المطالبة بعزله باستخدام التعديل 25 من الدستور الأمريكي الذي ينقل السلطة من الرئيس إلى نائبه. أولى دعوات عزل ترامب جاءت من خلال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي دعت إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور والمضي قدما في إنهاء حكم ترامب قبل تسليمه السلطة. للتعديل الدستوري 25 هناك خيار، والآن يمكن أن نقوم بعزل مزدوج. الأمر منوط بحكومته، إذا أراد أن يتنحى سيوفر الوقت. هذه المطالب أيدها أيضا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الذي طالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بتفعيل التعديل 25 بالدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب على الفور، متهما إياه بتحريض أنصاره على العنف. كما دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث إلى ضرورة اتخاذ قرار العزل بشكل فوري على خلفية أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن. أما الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فقد وصف اقتحام مبنى الكونغرس بأنه هجوم غير مسبوق على الديمقراطية وحكم القانون، وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية. كنا نتمنى ألا نرى ذلك يحدث مثلا أمام أعيننا، وفي الواقع كنا نتنبأ بأن ذلك سيحدث، ولم يكن ذلك مفاجئا لأن الرئيس طوال 4 سنوات سخر من الدستور وسيادة القانون، وذلك في كل ما فعله. بدورها أكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس أن ما شهده مقر الكونغرس يعد بمثابة اعتداء على سلطة القانون، وأشارت هاريس إلى أنها واثقة من أن من رشحهم بايدن لقيادة وزارة العدل يمتلكون بوصلة أخلاقية. فريق سيحمي الحق في التصويت بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية أو أين يعيشون، وهؤلاء الأفراد سيعيدون الاستقلالية والنزاهة لوزارة العدل، وسيعيدون الثقة ويعيدون بناء الثقة في أمريكا لأقدس المؤسسات. وأنا واثقة أنهم سيفعلون ذلك، لأن هؤلاء المرشحين الذين سماهم بايدن لديهم كفاءة وإرادة أن يقوم ذلك. إذن بات ترامب في مواجهة دعوات العزل وسط تحركة ديمقراطية ودعم جمهوري محتمل بموجب التعديل 25 من الدستور الأمريكي. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إنه يتعين على الرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب أن يتنصل من اللغة شديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره من الزعماء السياسيين في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية واقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن هذا الأسبوع. أشارت المتحدثة باسم المكتب الأممي إلى أن هذا النوع من اللغة التحريضية قد يشكل خطورة شديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية سيكتمل خلال الأيام القادمة. هذا وشدد الكاظمي على أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة. أعلنت دولة الإمارات إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر. قال خالد عبد الله بلهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إن الإمارات ستبدأ بإنهاء الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو عام 2017، وذلك في أعقاب توقيع إعلان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم الذي يشكل إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، مشيراً إلى أن الجهات المعنية قد توجهت في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من يوم غد السبت.
قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده لا تتعجل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015. هذا وشدد خامنئي في الوقت نفسه على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل فوري، وأضاف أن إيران ستعدل عن الخطوات النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها. وقد مر الملف النووي الإيراني بالعديد من المراحل منذ توقيعه عام 2015، وأخذ منحنى تصاعديا في وقت حكم الرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب، وسرعان ما وصل إلى نقطة وصفت بالمحورية قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس جوزيف بايدن رئاسة الولايات المتحدة. شادي شاش يسلط الضوء على مراحل نمو هذا الاتفاق في العرض التالي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. لطالما كان الملف النووي الإيراني مصدرا للسجال بين إيران والولايات المتحدة، خاصة منذ خروج الأخيرة من اتفاق مايو 2018 بتوقيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن مع قدوم رئيس جديد للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، شرعت إيران في إحداث حالة جدل جديدة بعد إعلان متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي استئناف طهران التقصيب بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية، والتي تقع على بعد 180 كيلومتر جنوب طهران بالقرب من قم، وتمتد بعمق 80 مترا تحت الأرض. ولكن تلك التصريحات أحدثت ضجة عالمية، وتبعها ردود أفعال رافضة لما تم الإعلان عنه من قبل إيران. أبرز تلك التصريحات ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لم تصل لتلك النسبة من التخصيب منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015. أما الاتحاد الأوروبي والذي يحتضن الاتفاق بعد خروج الولايات المتحدة منه، أعلن أن رفع إيران مستوى التخصيب يعد خروجا كبيرا عن الاتفاق النووي. لم تتوقف ردود الفعل عند هذا، بل فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 شركة وفرد واحد فيما يتعلق بصناعة المعادن الإيرانية. قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات بقوة فيما يتعلق بالنظام الإيراني وكل من يتهرب من العقوبات. ولكن لماذا تلك المخاوف من نسبة 20% من التخصيب؟ بنود الاتفاق النووي الموقع مع الغرب تنص على نسبة لا تتجاوز 3.67% من تخصيب اليورانيوم، وهي النسبة التي تعكس مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني. أما عن ردود الفعل الإيراني تجاه التخصيب، فجاء رد الفعل الإيراني بشكل متفاوت فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية الصادرة من حكومة حسن روحاني وزير الخارجية الإيراني. أيضا جواد ظريف قال إن خطوة التخصيب يمكن التراجع عنها مقابل التزام بقية الأطراف ببنود الاتفاق النووي. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن طهران تنتج شهريا من 8 إلى 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ولكن ماذا يعني انتقال إيران لنسبة التخصيب 20%؟ يقول الخبراء إن تمكن إيران من وصول نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% يمكنها من الوصول إلى نسبة 90% خلال 6 أسابيع فقط، ومنها تستطيع إنتاج سلاح نووي. كما أن التقارير الغربية تشير إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية، بل إن إيران على بعد 3 أشهر من تحقيق هدفها إن استخدمت 1000 جهاز طرد مركزي متقدم. شكرا لكم. قتل 4 من قوات الأمن الأفغاني وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته حركة طالبان بوسط ولاية هرات الواقعة غربي البلاد. هذا وصرح مصدر أمني أفغاني بأن هجوم طالبان استهدف المنطقة التي يقع بها مبنى المحافظ ومقر الشرطة، مضيفا أن من بين القتلى 4 رئيس شرطة منطقة جوليان. ذكرت وكالة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي أن العام المقضي 2020 كان الأعلى حرارة على الإطلاق عالميا بالتساوي مع عام 2016.
أشارت الوكالة إلى أن العام المنقضي انتهى بمعدل حرارة أعلى بمقدار درجة وربع الدرجة مئوية من ذلك المسجل فيما قبل العصر الصناعي. تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا 4000 حالة للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء. ووفقا لآخر أرقام ولبيانات جامعة جونز هوبكنز، سجل الأطباء 4085 حالة وفاة و274703 إصابات جديدة بالفيروس. هذا وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء تفشي الوباء إلى أكثر من 365 ألف وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات حوالي 21 مليون و600 ألف إصابة. قال البروفيسور كارل لاوترباخ النائب في البرلمان الألماني البوندستاج إن هناك تخوفات من تأثير الموجة الثالثة لعدوى فيروس كورونا في ألمانيا، خاصة مع الطفرة الجديدة التي ظهرت في دول كإنجلترا وأيرلندا، وذلك نظرا لسرعة انتشارها، ما من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات احترازية وصفها بأنها قد تكون أكثر صرامة وتفرض في البلاد مستقبلا. ودعا لاوترباخ في تصريحات لمراسل إكسترا نيوز، وهو واحد من أشهر خبراء الصحة في ألمانيا، إلى أهمية تعليق الحملات الانتخابية لمرشح البوندستاج التي تجرى في سبتمبر المقبل حتى تتم السيطرة على انتشار الوباء أو يتم تطعيم عدد كاف من المواطنين. كشف لاوترباخ أن ألمانيا ستتلقى المزيد من الجرعات من شركة بايونتك المطورة للقاح مضاد لكورونا، إذ كان من المفترض أن يصل 55 مليون جرعة، ارتفعت فيما بعد إلى نحو 60 مليون جرعة، باعتبار أن عددا من الدول الاتحاد الأوروبي لا تريد الحصول على نصيبها من اللقاح دون أن تبدي أسبابا لذلك، مشيرا إلى أن ألمانيا وقعت عقدا ثنائيا مع شركة بايونتك ستتسلم بموجبه 30 مليون جرعة إضافية، ليصل مجموع الجرعات المتسلمة من قبل الحكومة الألمانية إلى 90 مليون جرعة. هذا فيما قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 31849 إصابة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1,866,887 حالة. وكشف إحصاء المعهد أنه تم رصد 1188 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 38,795 حالة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل من برلين، عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز ينضم إلينا. عربي، أهلا بك في هذه الجولة. هل من جديد حول الإجراءات الصارمة التي ستتخذ في ألمانيا أو التي ينصح بها أن يتم أخذها في الفترة القادمة؟ هل من إعلان جديد لهذه الإجراءات؟ هل من توقعات في الأفق؟ مساء الخير إيمان عليك وعلى سادة المشاهدين. هي الإجراءات الاحترازية المتخذة في ألمانيا، تم تمديد حالة الإغلاق العام حتى معلومات توضح أن عملية الإغلاق العام في ألمانيا ربما ستمتد إلى أبعد من ذلك إذا استمرت الإصابات والوفيات في ألمانيا في ارتفاع. تقريبا على لسان وزير الصحة الألماني نتيجة الضغط الكبير الواقع على الحكومة الألمانية جراء تباطؤ في عملية التلقيح هنا في ألمانيا، أكد وزير الصحة الألماني أولا وجه للحقيقة سؤال من أحد الصحفيين قبل ساعة، هل المصابين بفيروس كورونا بالطبع أجسامهم كوارث فيروس كورونا بالطبع أجسامهم كوارث أجسام مضادة؟ هل يمكن توفير اللقاحات التي ستعطى لهم وإعطائها للآخرين الذين لم يصابوا بالفيروس؟ وزير الصحة الألماني جاوب بشكل عاجل أن كل من في ألمانيا يريد الحصول على اللقاح سوف يلقح، لأن لقاح كورونا يسبب أجسام مناعية أقوى لجميع المواطنين من الأجسام المناعية التي كونها جسم جميع المصابين من قبل. يجب على الجميع أخذ اللقاح حتى يستطيع جسمهم الحقيقة مقاومة فيروس كورونا. دا
ده كلام مؤكد خرج من وزير الصحة الألماني قبل ساعات، وأكد أيضا أن الأسبوع المقبل سوف يصل إلى ألمانيا من لقاح موديرنا تقريبا 250 ألف جرعة داخل ألمانيا، وعقد المفاوضات الأوروبية مع شركة موديرنا الأمريكية تقريبا 160 مليون جرعة سيصلوا خلال العام الجاري. أما بخصوص الحقيقة كنا بنتكلم مع أحمد قبل بعد ظهر اليوم عن عقد أسترازينيكا، وكأن الحقيقة وزير الصحة الألماني جاوب على سؤال أحمد بعد ظهر اليوم وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيتسلم من شركة أسترازينيكا الإنجليزية تقريبا 400 مليون جرعة، نصيب ألمانيا منهم عدة ملايين من الجرعات، ومن المنتظر أن تتقدم شركة أسترازينيكا الأسبوع المقبل للحصول على ترخيص الوكالة الأوروبية للأدوية. أيضا من المنتظر أن توافق الوكالة الأوروبية للأدوية على لقاح أسترازينيكا نهاية يناير الجاري إيمان. أما الخبر الأكثر أهمية الآن في ألمانيا وهو بنود التعاقد الذي تم مع شركة كيورفاك الألمانية وشركة باير للأدوية على إنتاج لقاحات كورونا. هذه المعلومات غاية في الأهمية، ستوضح لحكومات العالم مع من سوف تتعامل حكومات العالم للتعاقد على لقاح كيورفاك الذي سيظهر خلال الستة أشهر القادمة. التعاقد يقول أن شركة كيورفاك الألمانية سوف تظل هي صاحبة ترخيص تسويق اللقاح الخاص بها الذي سيظهر خلال ستة أشهر داخل الاتحاد الأوروبي، هي التي ستبيع لقاح كورونا داخل الاتحاد الأوروبي. أما خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة للعالم كله، شركة باير الألمانية للأدوية هي التي ستبيع اللقاح ولا حق بيع اللقاح الخاص بشركة كيورفاك بالنسبة للعالم كله، وبالتالي إذا أرادت أي حكومة عالمية في أي مكان في العالم التعامل مع شركة كيورفاك يجب أن تتوجه لشركة باير. أما دول الاتحاد الأوروبي سوف تتوجه إلى شركة كيورفاك في المستقبل للحصول على اللقاح الخاص بشركة كيورفاك الألمانية واللقاح الثاني. وعلى الفور بعد ظهور هذه الأخبار إيمان، الحقيقة ارتفعت أسهم شركة كيورفاك وشركة باير. شركة كيورفاك تقريبا ب9% هنا في ألمانيا ارتفعت أسهمها في السوق، وشركة باير ارتفعت أيضا أسهمها بتقريبا ب2% داخل البورصة الألمانية. أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك. أوروبيا أيضا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين موافقة الاتحاد الأوروبي على شراء 300 مليون جرعة من لقاح فايزر بايونتك في مضاعفة للأعداد الموجودة حاليا داخل دول الاتحاد. قالت فوندرلاين أن 75 مليون جرعة من اللقاح الجديد ستكون متاحة في الربع الثاني من هذا العام، على أن تصل باقي الجرعات خلال الربع الثالث والرابع من عام 2021. كانت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي قد دافعت عن الانتقادات الموجهة حول بطء عملية التلقيح، قائلة أن خطة التلقيح مدعومة من دول الاتحاد 27. أعلنت هيئة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث الأسبوع المقبل اعتماد اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد. في بريطانيا أعلن عمدة العاصمة لندن صادق خان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا. أقر خان بأن الوضع أصبح خطيرا ويشكل ضغوطا غير مسبوقة على الأطباء والممرضين في الهيئة الوطنية للخدمات الصحية. قال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة إن ما يزيد عن 1,100,000 نسمة أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي. هذا أشار إلى أن هذا الرقم يعادل إصابة واحد بين كل 50 فردا في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في العاصمة لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى. تسابق جميع دول العالم الزمن في عملية تطعيم السكان بلقاح فيروس كورونا المستجد، ولحين إتمام هذا الغرض تشهد بعض البلدان تجديدا في إجراءات الوقاية لعلها تبطئ من انتشار الفيروس. الولايات المتحدة وفي ظل أنها أكثر البلدان ضررا بالفيروس جاءت في طليعة دول العالم توزيعا للقاح، حيث بدأت حملة التطعيم في 14 من ديسمبر، وأصبح موظفو الرعاية الصحية أول من يحصل عليه بعد منح الموافقة الطارئة، يليهم العاملون الأساسيون وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. من جانبها أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من الوكالة الأوروبية بعد السماح باستخدام لقاح فايزر بايونتك في دول الاتحاد 27. بدورها تسعى أستراليا إلى تقديم موعد طرح لقاحات كوفيد-19 حتى منتصف فبراير،
مع خطط تلقيح 15% من السكان بحلول أواخر مارس. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه يتوقع أن يتم تسليم لقاح فايزر بعد أسبوعين من موافقة الهيئة التنظيمية الأسترالية عليه في أواخر يناير، مؤكدا أن بلاده تتحرك بشكل أسرع في إجراءات الموافقة لكن بدون تخطي أي خطوة. إلى ذلك تشدد بعض البلدان إجراءات الوقاية من كورونا، حيث قررت كوريا الجنوبية إلزام الأجانب بتقديم اختبارات سلبية للفيروس عند الوصول اعتبارا من الجمعة، وذلك في إجراء يهدف إلى منع انتشار سلالات كورونا الجديدة مثل السلالة البريطانية وسلالة جنوب أفريقيا. بدورها فرضت الصين إجراءات إغلاق في مقاطعة بشمال البلاد حيث تضاعفت حالات الإصابة بالفيروس، وقررت السلطات تعليق خطوط السكك الحديدية والجوية والطرق السريعة المؤدية إلى المقاطعة. الصين أيضا كانت موضع مطالبة بريطانيا بضرورة أن يسمح البلد الأسيوي بفتح تحقيق شفاف ويتمتع بالدقة العلمية عن مصدر فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعدما قررت بكين تأجيل عمل بعثة تقصي حقائق تابعة لمنظمة الصحة العالمية. مع تداعيات الفيروس أيضا أعلنت روسيا تسجيل 23,652 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 5,027 حالة في العاصمة موسكو وحدها، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في روسيا إلى 3,355,000. وقالت السلطات إن 454 مصابا توفوا بالمرض، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة إلى 60,911 وفاة. نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء تقريرا سلط خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء. أوضح التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، منها الموافقة على إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. كما شملت القرارات الموافقة على الإحاطة بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي. وعلى الصعيد الاجتماعي عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا في المشروعات القومية. كما عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة تناول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأكسجين المتاحة في المستشفى ومستشفيات تحديدا زفت والحسينية. وشملت هذه الاجتماعات اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث جهود مواجهة فيروس كورونا وموقف توافر الأكسجين وتنفيذ القرارات الاحترازية. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسلمها. أشار المركز إلى أنه تواصل مع صندوق تطوير العشوائيات الذي أكد أن الدولة توفر مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومؤثثة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق غير المخططة فور إخلائها. شدد على أنه لا يتم التسكين إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا تسحب أي وحدة إلا في حالة مخالفة بنود التعاقد سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع أو تغيير الاستخدام. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق تحيا مصر. وقال المركز إنه بالتواصل مع صندوق تحيا مصر نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، موضحا أن ذلك المنشور المتداول مزيف وغير تابع نهائيا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، ومشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال مروجي ذلك المنشور المزيف. واصلت وزارة التنمية المحلية تنسيقها مع المحافظات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع في المحافظات المختلفة. وقد وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بالتنسيق مع محافظة الجيزة للقيام بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالطريق العام في عدد من المناطق والشوارع الحيوية في حي الدقي، والتصدي لإشغالات ومخالفات بعض المقاهي ومخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. كما وجه الوزير باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية في المحافظة والحي
لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة في عدد من المناطق وعدم السماح لهم بافتراش الأرصفة وإعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم لأماكن البديلة التي تخصصها لهم المحافظة. وصلت القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى وادي منذر بشرم الشيخ لتوقيع الكشف والفحص الطبي على الأهالي هناك، واختتمت القافلة بالمركز الحضري برويسات في شرم الشيخ بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 623 مريضا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. تأتي زيارة القافلة لمحافظة جنوب سيناء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للأهالي والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. افتتحت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم والسفير ياسر شعبان السفير المصري بالمنامة فعاليات المعسكر السابع لمبادرة اتكلم عربي الذي يستهدف الأطفال المصريين المقيمين في دولة البحرين عبر تطبيق زوم. تناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعابا ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم وتراثه. تأتي مشاركة وزيرة الهجرة في إطار تنفيذ مبادرة اتكلم عربي التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة محاولات طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية. هذا أشار إلى أن العربات التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، يصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 208 عربات. يأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة 1,016,050,000 يورو. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع حامل اللقب ونادي القرن الإفريقي النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، كما أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيت السنغالي، كما أسفرت قرعة دور الاثنين والثلاثين المكرر في كأس الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع فريق بيراميدز في طريق راسين كلوب دا أبيجان الإيفواري. يلتقي فريق الأهلي مع مضيفي سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السويس الجديد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز. يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لاستعادة صدارة الدوري والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة ضد الزمالك. وتقام السبت ثلاث مباريات في الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، يلتقي خلالها الزمالك مع ضيفه طلائع الجيش، فيما يحل أسوان ضيفا على مصر المقصة، ويلتقي غزل المحلة ضيفه الجونة. يحل فريق ليفربول ضيفا على أستون فيلا في العاشرة إلى ربع من مساء اليوم ضمن مواجهات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. يسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة والتأهل لدور 32 بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث باتت صدارة البريمير ليج مهددة بعد عدم تحقيق الانتصار في آخر ثلاث مواجهات. الآن مع أخبار الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يعين 28 نائبا ويدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل. مصطفى الكاظمي يؤكد أنه لن يسمح بتحول العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية. عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا. ختاما وكالمعتاد نلفت عناية حضراتكم إلى أن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 على أن يكون معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي عند رأس الساعة. تلتقون وحلقة جديدة من منشط في أمان الله.